نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. بعمليات عسكرية واسعة وناجحة قضى الجيش السوري على آخر تجمعات المسلحين في مدينة النبك، فبعد دخول أرتال الجيش السوري والدفاع الوطني للمدينة من ثلاثة محاور تم استهداف تجمعات المسلحين والاشتباك معهم وحصرهم ضمن الحي الشرقي. أعنف المواجهات شهدها هذا الحي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المسلحين وهروب عدد آخر باتجاه يبرود والجبال المجاورة. إضافة لذلك شهد المجمع القضائي في المدينة أكبر تجمع للمسلحين، حيث رافقنا قوات الدفاع الوطني أثناء تطهيره، وها هم المسلحون يخرجون جثثا هامدة من المجمع. نحن الآن في ساحة النبك، الساحة العامة الرئيسية اللي بتطل على جميع مخارج النبك باتجاه يبرود على اليمين باتجاه الصناعة جنوبا. عملية تنفيذ الخطة تمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المحور اليمين هو عن طريق الاستراد، ومحور عن طريق الاستراد القديم، والمحور الثالث عن طريق سلسلة جبال القلمون. بحمد الله كما عهدنا الله والوطن تم تنفيذ العملية بكافة أجزاء. تم دحر عدد كبير من المسلحين، منهم تم إلقاء القبض عليه حيا، ومنهم من تم قتله موجود بالشوارع، مسلحين من عدة جنسيات عربية وأجنبية. بعد تطهير كل أحياء المدينة أعلنت النبك مدينة آمنة بالكامل، وقد قامت فرق الهندسة بتمشيط المدينة والعثور على مستودعات أسلحة وذخيرة وعدد من العبوات الناسفة وقد تم تفكيكها. الحمد لله رب العالمين، وتم بعون الله تعالى تحرير منطقة النبك كاملة من أفراد عصابات المسلحة، عناصر قوات الدفاع الوطني بالاشتراك مع قوات من الجيش، والحمد لله عيد الأمان والاستقرار لجميع الأهالي، وتم دحرهم بعيدا والحمد لله، كان منهم قتلى جدا. بتطهير مدينة النبك تشارف معركة القلمون على الانتهاء، ولم يتبقى أمام الجيش السوري سوى مدينة يبرود والتي بتطهيرها يتم تأمين كامل الطريق الدولي حمص دمشق. رؤى العلي، ريف دمشق، مدينة النبك. أهلا بكم إلى الظهيرة. نقلت مراسلة الميادين في سوريا عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الجيش السوري سيطر اليوم على مدينة النبك في منطقة القلمون بعد 10 أيام من المعارك. مراسلة الميادين أشارت إلى أن الجيش السوري عثر على عدة مخازن أسلحة وقام بتأمين مزارع ريما المحيطة بالنبك وصولا إلى دير عطية، ما يعني أن الطريق الدولية باتت أيضا آمنة وتوقعت إعادة فتحه قريبا. المعارضة السورية أكدت بدورها استعادة الجيش السوري السيطرة على طريق حمص دمشق الدولية بعد إمساكها بمدينة النبك، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض اليوم. وفي حلب أفاد مراسل الميادين عن تجدد الاشتباكات في محيط مشفى الكندي بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة، كما أفاد بأن تنظيم داعش اختطف 11 مدنيا كرديا بينهم امرأة وطفلة في جرابلس شمال شرق حلب. وفي شمال سوريا أعلنت وحدات حماية الشعب في محافظة الحسكة السيطرة على طريق الحسكة تلتمر بعد معارك مع النصرة وداعش وعدد من الكتائب المسلحة. مراسل الميادين أفاد بأن وحدات حماية الشعب سيطرت على بلدة توينة غرب الحسكة وعشرات القرى الأخرى، لتكتمل بذلك السيطرة على كامل طريق الحسكة رأس العين والحسكة درباسية. وفي منطقة القلمون حصلت قناة الميادين على صور من داخل بلدة النبك بعد سيطرة الجيش على قسمها الغربي والمنطقة الصناعية. الصور تظهر سيارات مفخخة تحمل إحداها لوحة لبنانية وأخرى هي عبارة عن سيارة إسعاف، كما تظهر الصور قتلى من المسلحين من جنسيات أجنبية بعضها خليجية. مراسلة الميادين أفادت بأن الجيش عثر في النبك على 10 مخازن أسلحة ومشفى ميداني كبير. نبقى مع مراسلة الميادين ديما نصيف ومباشرة من النبك في ريف القلمون. ديما تفضلي، ما الجديد لديك؟
نعم سلمى، يعني نحن دخلنا إلى النبك بعد سيطرة الجيش السوري على هذه المنطقة إثر معارك استمرت لحوالي 10 أيام. نحن الآن في الساحة الرئيسية لمنطقة النبك، وكما نشاهد خلفي بالصورة هناك صور لبعض المدنيين الذين بقيوا في هذه المنطقة حتى خلال العملية العسكرية، وأيضا يبدو أن هناك من يتفقد منزله وأيضا من يحاول ربما أن يخرج من المنطقة، لأن المنطقة يعني خرجت للتو من العملية العسكرية، وبالتالي أيضا ربما يكون هناك من يحتاج إلى أن يغادر هذا المكان. وأيضا بالمقابل سلمى، هناك كما قالت لنا المصادر العسكرية هناك بعض المناطق التي لا تزال ربما تخضع أو هي تحت رماية القناصي المسلحين، ولذلك ليست كل الأحياء في هذه المنطقة هي آمنة، ولكن بالحد الأدنى أغلب أحياء وشوارع منطقة النبك هي تحت سيطرة الجيش السوري. طبعا أيضا كما نشاهد كذلك هناك حركة للسيارات وأيضا للمدنيين في المنطقة، إلى جانب أن هناك أيضا كما قالت لنا المصادر العسكرية كان هناك تسلل للمسلحين عبر أو من منطقة النبك إلى مزارع ريما التي أيضا دخلها الجيش السوري بالمقابل. وأيضا هناك أيضا بعض الاشتباكات التي سمعناها ونحن في طريقنا إلى منطقة النبك من مزارع ريما، إلى جانب تسلل بعض المسلحين أيضا إلى منطقة البادية في القريبة من النبك. طبعا العملية العسكرية استمرت في النبك لمدة 10 أيام. قام الجيش السوري بتقسيم هذه المنطقة إلى مربعات أمنية، وبالتالي يعني كانت استراتيجية الجيش فيها بالقدم يعني تباعا كان يقدم في هذه المناطق التي تم تقسيمها إلى مربعات من أجل تأمين تقدم قواته في هذه المنطقة، وأيضا لكي يتجنب خسارات كبيرة في صفوف هذه القوات. أيضا بالمقابل كانت هذه المنطقة يعني طيب ديما، قبل أن نتابع بالوضع الميداني من وجهاء منطقة النبك لكي تتجنب أو لكي يجنب هذه المنطقة العملية العسكرية، ولكن بعض الأطراف من المجموعات المسلحة رفضت هذه التسوية، وبالتالي تعرضت النبك لعملية عسكرية، ولكن هناك من المدنيين من لم يستطع أن يخرج من المنطقة. وبالتالي ديما لنتحدث أكثر عن سنتابع معك عن الوضع الميداني، عفوا العملية العسكرية. أيضا بإمكاننا أن نرى بقية الأحياء هنا التي يعني تعد الشريانات الواصلة أو هي الأحياء الأساسية والرئيسية لمنطقة النبك، وأيضا هناك المدنيون كما نراهم. بالمقابل أيضا سلمى، نحن أيضا يعني علمنا بأن هناك الكثير من مخازن الأسلحة التي اكتشفها الجيش في هذه المنطقة، والتي كان يعني ربما يحشد فيها المسلحون من أجل إكمال العملية العسكرية في بقية مناطق القلمون. هناك أكثر من 10 مخازن تم اكتشافها في منطقة النبك، وهي يعني تحوي أسلحة متطورة وأسلحة أيضا ثقيلة وأسلحة عفوا متوسطة وخفيفة، ويبدو أن النبك كانت هي المخزون الاستراتيجي لهذه المنطقة أو ربما للمسلحين بالأحرى في معركة القلمون. أيضا بالمقابل المجموعات التي دخلت النبك، طبعا هي دخلتها بعد أو إثر دخول هذه المجموعات إلى منطقة دير عطية، وكانت العملية العسكرية متزامنة في هذه المنطقة، وأيضا كان هناك يعني دخول لفصائل متشددة ككتيبة الخضراء وأيضا داعش والنصرة، إلى جانب المسلحين الذين كانوا يتواجدون في منطقة النبك. وأيضا كان هناك مقاومة عنيفة في بداية العملية عندما دخل الجيش ووصل إلى منتصف المنطقة، كان يحاول أن يجري تسوية لكنها لم تنجح، وبالتالي استمرت العملية العسكرية. كان يعني كما قلت هناك مقاومة عنيفة من المسلحين،
ولكن تمكن الجيش أيضا رغم ذلك من إتمام هذه العملية، ويعني ربما ما أنجز أو في البداية أنجز حوالي السيطرة على ثلثي المنطقة، لكن فيما بعد تمكن من إنجاز عملية عسكرية نوعية كانت أول من أمس، وبالتالي تمكن من السيطرة على المدينة الصناعية، وبموجب هذه السيطرة استكمل الجزء الأكبر من سيطرته على هذه المنطقة، وبالتالي انتهت العملية العسكرية صباح هذا اليوم لتعلن أو ليعلن منطقة النبك منطقة تحت سيطرته بشكل كامل. كما قلنا قبل قليل، المسلحون بعضهم تسلل إلى مناطق البادية والآخر تسلل إلى مزارع ريما التي أيضا بالمقابل دخلها الجيش قبل أيام. هذه المزارع هي مزارع واصلة من بيت، وبالتالي ايضا دخلها الجيش في بعض الاماكن لكي يتمكن من احكام. نعم ديما، ما في صوت عندك ديما؟ يبدو أن زميلة ديما لا تسمعنا. شكرا بكل أحوال، شكرا جزيلا لك ديما نصيف، كنت معنا من النبك وسنعود إليك فور أي جديد. نواصل الظهيرة. دعم الجماعات الجهادية والمتطرفة عبر العالم ما زال يتكشف فصولا. مانحون سعوديون لعبوا دورا أساسيا في تأسيس مثل هذه الجماعات والحفاظ عليها لأكثر من 30 عاما. تقرير لصحيفة الاندبندنت يفصل دور السعودية البارز في الدعم والتمويل. غفران مصطفى. مانحون في السعودية لعبوا دورا أساسيا في تأسيس جماعات جهادية، أبرزها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وحركة طالبان منذ أكثر من 30 عاما. الكلام جاء في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية. التقرير أورد أنه رغم التصميم المفترض من الولايات المتحدة وحلفائها لخوض الحرب على الإرهاب، فهم قاوموا بشدة ما يتعلق بالضغط على السعودية وأنظمة الحكم الملكية في الخليج لوقف تمويل الجهاديين. وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون قالت في برقية عن تمويل الإرهاب إلى سفارات الولايات المتحدة إن مانحين في السعودية يشكلون أكثر المصادر أهمية لتمويل الجماعات الإرهابية في أنحاء العالم. كلينتون لفتت إلى أن التمويل لم يقتصر فقط على السعودية، فيما كانت القاعدة وجماعات أخرى تستغل الكويت لاعتبارها مصدر أموال ونقطة عبور رئيسية. استندت خطة السعودية بحسب الصحيفة على تهميش الامتيازات التي كانت ممنوحة لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وادخار الأسلحة وشرائها لصالح المجموعات الجهادية التي تريد محاربة الرئيس السوري. الصحيفة لفتت إلى أن من يدير السياسة في السعودية يعملون على خطة إنفاق لمليارات الدولارات بهدف تأسيس مجموعات جهادية يصل عدد أفرادها إلى نحو 50,000. وخلصت الصحيفة إلى أن السعوديون يرتكبون خطأ لأن أموالهم لن تشتري أكثر من ذلك، ولأن الوحدة المصطنعة التي خلقوها حول الجماعات الجهادية لا يمكنها أن تدوم. وفي سياق دعم الجماعات الجهادية، كشف الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية برنار سكاورسيني في كتاب تحت عنوان الاستخبارات الفرنسية الرهانات الجديدة، كشف عن مصادر تمويل هذه الجماعات وتفاقم خطرها على العالم. ما يرزق. حليفتا فرنسا السعودية وقطر أول الممولين للجماعات الجهادية في العالم، جماعات نخرت صفوف المسلحين المعارضين في سوريا، ما أرهب الاستخبارات الأوروبية التي تقف عاجزة أمام احتمال عودة مقاتلين أوروبيين من سوريا إلى أراضيها، الأمر الذي دفع قيادات الأمن في فرنسا إلى شل حماسة الرئيس أولاند التوقي إلى تسليح المعارضة في سوريا. باختصار هي حرب الجميع ضد الجميع بحسب الكاتب برنار سكوارسيني. سكوارسيني الذي أصدر كتابا بعنوان الاستخبارات الفرنسية الرهانات الجديدة تحدث عن تلقي المجموعات الجهادية التي بايعت القاعدة في لبنان تمويلها بشكل أساسي من رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان الذي يقود سياسته الإقليمية منفردا ومستقلا عن أشقائه وأبناء عمومه. السعودية التي لطالما تفوقت سابقا في تمويل الجماعات الجهادية حول العالم تسابقها قطر اليوم في تحويل الثروات النفطية إلى بئر يروي عطش الجماعات الإسلامية المتشددة التي يقاتل عدد منها الجيش الفرنسي في أفريقيا.
هذه الجماعات بعثرت موازين القوى داخل الساحة السورية بحسب الكاتب، ما أيقظ هواجس الاستخبارات الغربية من عودة مئات الأوروبيين المقاتلين في سوريا أحياء. كما ويسلط سكورسيني الضوء في كتابه على عمق الخلافات بين الخارجية والأجهزة الأمنية الفرنسية، خلافات أعقبت تقديم أولاند تعهدات بتسليح المعارضة في سوريا وعدوله عنها تحت ضغط الأجهزة الأمنية التي حذرت من تركيبة المعارضة السورية وهيمنة الجماعات الجهادية العابرة للقارات عليها. الكتاب لفت أيضا إلى جر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بلاده إلى خطأ التسرع في قطع كل الجسور مع دمشق ومحاولته لاحقا تصحيح الموضوع بوساطة مع حزب الله. سياسيا، جددت موسكو اليوم تمسكها بمشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا، وعشية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران أشارت الخارجية الروسية إلى التطابق الكبير بين مواقف روسيا وإيران إزاء الأزمة السورية، وحذرت من أن أي تدخل خارجي في النزاع الداخلي السوري خارج إطار مجلس الأمن الدولي سيؤدي إلى تصعيد الوضع المعقد للغاية في هذا البلد وسيحد من فرص التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية. في غضون ذلك، أكد رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة أكد عزمه على زيارة موسكو، وقال إن المعارضة قلقة من أن يؤدي التقارب الأمريكي الإيراني إلى تقوية الحكومة السورية ولا سيما على الصعيد المالي. أضاف الجربة أن هناك أموالا مجمدة لإيران في المصارف العالمية، إذا أفرج عنها يمكن أن يذهب قسم منها إلى الحكومة السورية. الجربة أضاف إن الائتلاف حصل على ضمانات من دول كبرى بأنه ليس هناك مستقبل للرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. في التحضيرات لمؤتمر جنيف 2، أكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك للميادين اتفاق الجانبين الروسي والأمريكي على أن يكون نص الدعوة التي ستوجه إلى الدول لحضور هذا المؤتمر تحت عنوان مكافحة الإرهاب تلبية لطلب من موسكو. المصادر ذكرت أن قائمة الدول المدعوة باتت شبه تامة، وأشارت إلى مناقشة إمكانية توجيه الدعوة لمشاركة إيران والسعودية بعد اجتماع جنيف التشاوري في 20 من الشهر الحالي على اعتبار البلدين عضوين في منظمة التعاون الإسلامي. هذا ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا زيارة لطهران يبحث خلالها تطورات الملف النووي والتحضيرات لمؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا. محافظة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا شهدت معارك عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردية وجبهة النصرة وداعش وعدد من الكتائب المسلحة. وحدات حماية الشعب أعلنت سيطرتها على كامل طريق الحسكة رأس العين والحسكة الدرباسية، وذلك بعد السيطرة على رأس العين وريفها واليعروبية والملكية ونواحيها. هبة محمود والتفاصيل. هدأت أصوات المعارك على هذا الطريق، المعارك هنا انتهت لتترك الناس يحاولون لملمة ما مر على بلداتهم، ولتعلن وحدات حماية الشعب الكردية في محافظة الحسكة السيطرة بشكل كامل على طريق الحسكة تل تمر. على طول 45 كيلومترا دارت المعارك بين وحدات حماية الشعب الكردية وبين جبهة النصرة وداعش وعدد من الكتائب المسلحة. وما لم تصوره عدسات الكاميرا أثناء المعركة دلت عليه بعض الآثار بعدها، فالخراب هنا يحكي وحتى الجدران أيضا. هؤلاء المقاتلين باسم الإسلام كانوا يقطعون الطريق ويخطفون الناس ويخطفون السيارات، لسه الناس خايفين ما رجعوا. طلبنا من المواطنين أنه يخبروا أهاليهم وأنه يخبروا جيرانهم أنه يرجعوا على بيوتهم. إذن بدأ الناس العودة تدريجيا، عودة تكاثفت في مناطق وتباطأت في أخرى. البعض ما زال خائفا وآخرون زال عنهم الخوف، فالمعارك والقتل والاختطاف وحتى السرقات عناوين عريضة لمعاناة كبيرة مرت على السكان هنا. وأجت على أساس هنا على جبهة النصرة وكوشوا على البيت، ولا عاد نقدر نرجع على البيت ولا نفوت على البيت ولا تحركنا. هذه فوزتنا البارح، جينا على الشباب هنا تفوتونا على البيت، جينا على البيت، البيت مكنوس كنز خالص، هذا البيت كله كامل. بلدة توينا مثلا هي احدى البلدات التي تمت السيطرة عليها غرب الحسكة، البلدة ذات 15,000 نسمة تشهد الان عودة لسكانها في محاولة لإعادة الحياة اليها. صار في مدارس، صار في مي،
يعني كل شيء توفر في هذه القرية، والحمد لله صارت الناس تنام باطمئنان. عاد السكان إلى بيوتهم، وعاد الهدوء إلى كامل طريق الحسكة رأس العين والحسكة الدرباسية، وأيضا منشأة دواجن الحسكة وسدها الغربي، وهي كلها كانت مقرة رئيسية للمسلحين في المنطقة. نواصل العراقية السورية. فيلم ملك الرمال لمخرجه السوري نجدة أنزور يروي قصة الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود، ويثير حافظة السلطات في السعودية. الأمير طلال بن عبد العزيز اضطر إلى إرسال مبعوث إلى الرئيس السوري بشار الأسد للضغط على أنزور لوقف عرض الفيلم. رياض للناس جدلية يثيرها عرض فيلم ملك الرمال الذي تناول شخصية مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن آل سعود وتفاصيل الرحلة التي قام بها بعد خروجه من منفاه في الكويت وسيطرته على الرياض ونجد. أنا أعتقد شخصيا أن هذا الفيلم يبحث في جذور فكرة الإرهاب الذي انتشر في العالم، والفكر الوهابي اللي ساعد على انتشار التطرف والفئات هاي العنيفة اللي توزعت في كل أنحاء العالم. اختيار مدينة الضباب مكانا للعرض الأول جاء للإشارة إلى الدور الكبير الذي بذلته بريطانيا في تنصيب عبد العزيز ملكا، تمهيدا للقضاء على سلطة آل الرشيد التي حكمت الرياض أنذاك، وللتخلص من العثمانيين تمهيدا لاحتلال المنطقة وبسط نفوذ الغرب عليها. الشيء الذي تعلمته من الفيلم هو أنني لم أكن أعرف من قبل أن الحكومة البريطانية ساعدت في تأسيس المملكة السعودية. أما الجمهور فتفاوتت آراؤه بين الإعجاب والدهشة بتاريخ لم يعرفوه من قبل. بصور الفيلم جريء جدا 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 يعني، والمخرج يعني اخذ باك جراوند قوي كثير يعني، في تصور اغلب العالم ما عندهم فكر كيف تاسست المملكه السعوديه. اعتقد انه مثير للاهتمام، وفهمت الان لماذا هذا الفيلم اثار جدلا كبيرا عند الناس. الأمير طلال بن عبد العزيز أعلن أنه أوفد مبعوثا إلى دمشق ليطلب من الرئيس السوري بشار الأسد منع عرض الفيلم في دمشق، متمنيا منه أن يستجيب إكراما لشخص الملك المؤسس الذي لا يمكن لسوريا وشعبها نسيان أعماله الخيرة ودعمه الدائم، ومنعا لمثل هذه الأعمال الفنية التي تسعى لتشويه شخصية تاريخية عظيمة كالملك عبد العزيز. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحاول المخرج السوري من خلال فيلمه الجريء كسر محرمات التعرض لرموز سياسية لم يجرؤ لأحد على تناولها من قبل، فضلا عن خشيته من إعادة تقسيم البلاد العربية وفق مخططات استعمارية جديدة. موسى سرور، لندن، الميادين. استشهد 3 مواطنين جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة على الطريق العام بين بلدتي الحميري وخربة عارف في ريف حمال غربي. وأفاد مراسل قناة سما الفضائية بأن الإرهابيين فجروا العبوة الناسفة عن بعد بالتزامن مع وجود حركة مرورية كثيفة للمواطنين المتوجهين إلى عملهم. وفي دمشق أصيب 7 مواطنين باعتداء إرهابي بقذيفة هاون على سوق الصالحية التجاري. وأفاد مصدر في قيادة الشرطة لموفد سما أن قذيفة هاون أطلقها إرهابيون سقطت وسط السوق، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين بينهما امرأة وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق أضرار مادية في عدد من المحلات التجارية. وذكر موفدنا أيضا أن قذيفة هاون أطلقها إرهابيون سقطت في منطقة المزة 86 دون وقوع إصابات بين المواطنين، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات. وفي حمص قالت مراسلة قناة سما إن امرأة استشهدت وأصيب طفلها بسقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على حي الدبلان. شو بدنا نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الشباب اللي عم تروح كله ما له ذنب، حسبي الله ونعم الوكيل. أسعفنا أطفال وأسعفنا نسوان وطلعنا هون لبرا.
انا بحب وجهنا رساله للارهابيين، قد ما عملتوا قد ما سويتوا من انتم نطلع ونعيش حياتنا طبيعي وما نقص خايفين لا من قذائفكم ولا من صواريخكم. نحن سوريين وعايشين بلدنا وهذا السوق مركز العاصمه، من انتم نتحرك ونروح ونجي فيه وما نخاف. الله يستفل فيهم. شو بدي اقول لهم؟ بدي اقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. الناس طالعه من شغله، شو بدك تقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس. والله يعني ما لقينا غير شيء مو طبيعي، ابو نازفه شنو ما بنعرف قاعدين راح الحمد لله ما صار شيء فضل الله. والله قاعد فوق انا ما لقيت الا شيء صوت انفجار ونزل البلور وبلشت النسوان تعيط، هذا اللي حسيت، ما حسيت على شيء والله. إضافة إلى النبك حاضرة القلمون في ريف دمشق، أكد مفدو قناة سمعة أن وحدات عسكرية أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات قيسة والعبادة وتل غريف في الغوطة الشرقية بعد أن قضت على مجموعات إرهابية مسلحة بكامل أفرادها حاولت التسلل إليها. موفد سما كان شاهد اليوم على بسط كان شاهد اليوم على بسط سيطرة الجيش العربي السوري على مدينة النبك بريف دمشق بعد سلسلة من العمليات الدقيقة كان آخرها ليلة الاثنين، فيما واصلت وحدات عسكرية ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية في المزارع المحيطة. مصادر عسكرية أكدت في تصريح أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستمرة في وضع المواطنين في الصورة الحقيقية والدقيقة لتطورات الموقف في المناطق كافة، وأهاب المصدر بالجميع عدم استقاء أي معلومة حول العمليات العسكرية إلا عبر بياناتها ومصادرها. إلى الزميل نزار الرفيع ومزيد من إلقاء الضوء على التطورات الميدانية. السلام عليكم. معركة القلمون مستمرة، الجيش العربي السوري يعلن سيطرته الكاملة على مدينة النبك، ما يفتح أبواب معارك يبرود التي يجري تطويقها ورنكوس أيضا. النبك قد تكون تحولا حاسما لصالح الجيش كونها المعبر الرئيسي للمجموعات المسلحة القادمة من عرسال ويبرود نحو البادية السورية، وكذلك تمتد على مساحات واسعة من التلال لريفي حمص وريفي دمشق أيضا. العملية تمت في النبك على عدة محاور، أبرزها المحور الشمالي والمحور الغربي والمحور الشمالي الغربي، فيما تقدمت وحدات متعددة المهام والتشكيل من المحور الجنوبي إلى وسط المدينة، ثم انقسموا نصفين لتندلع اشتباكات متزامنة بضرباتها النارية ما أربك المسلحين وأفقدهم قادتهم بين أحد القسمين. هنا صارت المعارك المباشرة ومعارك الالتحام لينسحب المسلحون نحو الحي الشرقي، وفي ذات الوقت وحدات الإسناد الناري تستهدف المزارع المحيطة بالمدينة في تفوق ناري واضح للجيش. أيام قليلة انهارت فيها أنفاقهم ومتارسهم ودفاعاتهم في الحي الشرقي الذي شهد محاصرة مطبقة ثم قضما متتالي لتنتهي المعركة بنصر الجيش والسيطرة الكاملة. مراسلنا في أرض الميدان فراس سبور نقل المشهد بأكمله. إنبك يا زهرة جميل مزيني بالحب والإحساس والعطر الغني، ويا نبك يلي نورك معبي الدني ضلك عدرب الخير اوعي تسكني، وتضل اكبر بالنبك دايما وقول سوري ولغير الرب ما رح انحني. بعد استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة قارة وإحكام سيطرته الكاملة على بلدة دير عطية، سعت وحداته إلى إخراج المسلحين من النبك. عمليات واسعة من محاور عدة شهدتها المدينة، تم خلالها القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتمشيط الشوارع والأحياء وإزالة ما تبقى من ألغام وعبوات ناسفة وصولا إلى الساحة العامة ساحة المخرج. نفذت العملية بسرعة وبدقة عالية وبروح معنوية عالية جدا لعناصر قواتنا المسلحة، وسنتابع تنفيذ هذه وتمشيط كافة المناطق من هذه العصابات الإرهابية حتى تحقيق النصر الأكيد والنهائي، وأن النصر لقريب إن شاء الله. وحدات الجيش ومجموعاته المدربة على أسلوب حرب الشوارع بدأت دخول المنطقة، حيث تم تقسيمها إلى مربعات وكتل وبدأت عملية القضم وفق تكتيك فاجأ المسلحين وأفقدهم القدرة على المواجهة، فقتل من قتل ولاذ البقية خارج المدينة.
على في النبوك في ساحة المخرج. والله الحمد لله بدخولها الجيش ألف الحمد لله، ونتمنى التقدم أكثر إن شاء الله، والسعادة والتوفيق لكم والنصر. كنا بوضع كتير سيء، الحمد لله هلأ لنا 20 يوم عايشين بضرب وحرب، وقيامتنا قامت، ونحن الحمد لله ما تراجعنا، ضلينا ندعي بالأمن والاستقرار لسوريا. هلأ صار آمن يعني أكثر من أول، أنه أول ما يعني ما كان عندنا أمان. سيطرة الجيش العربي السوري على النبك أكبر مدن القلمون عززت من تواجد وحدات الانتشار في أطراف المدينة للالتفاف على الإرهابيين بكماشة، وبالتالي تطهير مزارع ريما والمناطق المحيطة بها، وبذلك تختتم ثالث المعارك في القلمون، تلك التي يسجل الجيش العربي السوري فيها انتصارا جديدا يضاف إلى انتصاراته في الريف الدمشقي. العملية العسكرية التي بدأتها وحدات الجيش العربي السوري في القلمون أدت إلى ارتباك كبير في صفوف الإرهابيين، وإلى انسحاب ألويتهم المقاتلة تدريجيا من قارة وحتى أطراف النبك، حيث تتركز المعارك الآن وفيها تستمر ملاحقة الإرهابيين. فراس سبور، قناة سماء، النبك. ونبقى ميدانيا في ريف دمشق، حيث أعادت وحدات عسكرية الاستقرار والأمان إلى بلدات قيسة والعبادة وتل غريف بالغوطة الشرقية. وفي ريف دمشق أيضا مراسلنا براسم جركش زار مناطق السيدة زينب والبحدلية ليرصد عودة الحياة إليها. فشل جديد يسجل في تاريخ الإرهاب الذي حاول نزع الحياة من قلوب المواطنين في السيدة زينب والبحدلية بريف دمشق. فبعد تطهير الجيش العربي السوري ودفاع الوطني مناطق حجيرة والديابية والحسينية المحيطة بالمنطقة، عاد المواطنون ليواصلوا حياتهم متحدين كل متربص بتلك الحياة. نحن بصراحة أول ما جينا مهجرين، وكان الوضع كتير سيء، وكنا محاوطين من جميع الجهات، والحمد لله رب العالمين بفضل الشباب، شباب الجيش العربي السوري وشباب الدفاع الوطني، الله يحميهم ويحرسهم ويرجعنا ياهم بخير وسلامة ويرحم شهدائنا كلهم. الأمور هلأ استتبت والحمد لله، شوفت عينك الناس فايتة وطالعة الحمد لله، مبسوطين وكتير كويس، والمنطقة آمنة وكل شيء موفر الحمد لله رب العالمين. كتير تمام يعني، ومناسب الوضع آمن، وشوفت عينك يعني الناس رايحة جاي، والوضع كتير مناسب، والمعيشة يعني كويسة، كتير مرتاحين هلأ، خاصة أنه ما في قذائف، ما في هالأذى، كنا نشوف جرحى ونشوف قتلى وكتير يعني شيء بيقسي القلب. الحمد لله نعمة وأمان، هي النعمة اللي فقدناها بأول السيطرة، لا خبز ولا شيء، نوب فقدنا مثل نعمة الأمن والأمان، وضع من الله الحمد لله، استعدنا ما بيا شيء. الفضل لله سورية وإلكن والجيش السوري يحمينا ويحميكم ويحمي أمته ويرجع البلاد كلها مثل ما كانت وأحسن. احنا بالسيد زينب منطقة البهدلية، بعد ما طلعوا الجراثيم هذول من عنا من هون، صارت الأمن والأمان استتب، والحمد لله نحن بكل خير وكل أمان. نبض الحياة عاد، والبسمة على وجوه الأطفال رسمت بفضل صمود شعب مقاوم وقف خلف جيش يدعمه بموقف مشرف لأجل الوطن. ذلك الشعب الذي يعلم أن أولى خطوات عودته للحياة هي الإصرار عليها. ارتياح على وجوه المواطنين والنساء والأطفال والشيوخ في منطقة السيدة زينب وإصرارهم على الحياة كانت الرسالة الأقوى التي وجهها إلى كل العالم الذي يحاول اغتيال السلام في سوريا. لأخبار تلفزيون سما من منطقة السيدة زينب بريف دمشق، نبراسم جركيش. أما في حمص، عثرت وحدات مشاة على نفق لتهريب السلاح يمتد من منزل مهجور في حي الغوطة إلى حي القرابيس بطول 200 متر وعلى أطرافه متاريس، فيما شهد ريف إدلب تدمير سيارات محملة بالأسلحة باستهداف تجمعات للإرهابيين في بلدتي الشويحة والبراغيثي شرق مطار أبو الظهر. ملفنا انتهى، عودة لبقية النشرة. دعت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن لمحاسبة نظام الحكم السعودي واستخباراته وأدواتهم من المجموعات الإرهابية في سوريا، كونهم يحملون الوزر الأكبر في إراقة دم الشعب السوري. وطالبت الوزارة خلالهما باتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الإرهاب في سوريا الذي يهدد العالم بأسره. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي
حول استمرار النظام الحاكم في السعودية بالتدخل السافر في شؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية، وبيّنت الوزارة أن هذا الدور التخريبي لم يقتصر على إرسال السلاح إلى المجموعات الإرهابية فيها، بل تعداه ليشمل تقديم التمويل المالي واللوجستي لهذه المجموعات المسلحة وتجنيد الإرهابيين المتطرفين من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية، ومنهم مسجونون من مختلف الجنسيات، استغلال وجود المقدسات الإسلامية الدينية في أراضي المملكة لتحفيز إصدار فتاوى مشوهة لتشجيع ما يسمونه الجهاد في سوريا. قيام الاستخبارات السعودية ممثلة ببندر بن سلطان بإعادة تفعيل الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة وزيادة الدعم اللوجستي لها بالأسلحة والإرهابيين. زيادة عدد الإرهابيين السعوديين من نسبة 10 إلى 15% في سوريا من المقاتلين الناشطين الذين ينتمي أغلبهم إلى تنظيم القاعدة، حيث تمكنت السلطات المختصة السورية من القضاء على ما يزيد عن 300 إرهابي سعودي. تشجيع الإرهابيين التكفيريين لمهاجمة عدد من الأماكن الدينية ومنها بلدة معلولة التاريخية واحتجاز عدد من الراهبات اللواتي يعملن في الدير. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في نهاية رسالتيها الأمين العام ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الإرهاب في سوريا، وأنها تتطلع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النشاط غير المسبوق الذي يمارسه النظام السعودي في أراضيها. مواطنة سورية من حي الوعر في محافظة حمص تروي لقناة سما كيف أجبرها زوجها على ممارسة ما سمي جهاد النكاح. تتكشف يوما بعد يوم فضائح ما تسمى المعارضة السورية ومجموعاتها التكفيرية، مأساة تعيشها فتيات سوريات وعربيات بسبب هذه المجموعات، فتيات ظلمن نتيجة جهل أناس كثيرين ونتيجة فتاوى تكفيرية جاهلة هدفها مصالح غرائزية وتفتيتية لمجتمعات كانت تعرف بأصالتها. إنه مشايخ سعودية فتوا أن جهاد النكاح حلال بسوريا، فتوا على التلفزيونات. قال لي ما شفت، قلت له لا، إجي قال لي لا حلال عنا هيك. بعدين قال لي بالضرب بالغصب بدك ترضي، مع كيفك. بعد فترة شي أسبوع جاب لي واحد طويل هيك جهم أسمراني لهجته سعودية يعني، كمان بالغصب بالضرب أخذ بده إياه مني، اعتدى علي يعني مثل اللي اغتصبني وراح. كمان قال له طيب ما بتخاف الله ليش عملت فيني هيك؟ قال لي اسمه هذا جهاد نكاح، هذا حلال، إنه حلال. اسألي أي شيخ إنه حلال هذا، الشيوخ السعودي قال لي هي فتته. فتيات لا ذنب لهن وقعوا نتيجة جهل أهلهن، وفتيات أوقعوا أنفسهن ضحايا أناس لا يفقهون من الدين شيئا، وبعد أن مارسوا جهاد النكاح ندموا على فعلتهن. هذول السعودية اثنين كبروا علي أنه مثل التكابير، أنه صرت مثل مرتن أنه حلال إلون، وبعدين بس أنه يغتصبوني يخلصوا يطلقوني، أنت طالق يطلقوني 3 مرات. تبقى الضحية الكبرى كل فتاة أرغمت على أفعال شنيعة تحت تهديد الموت، وللأسف حتى بعض الأهل تحولوا إلى أداة إجرامية دفعوا أولادهن ثمن جهلهم أو ثمن أموال بخسة. جوزي كان يغيب كل نهار ما يرجع لآخر الليل، يمكنه كان يشتغل مع المسلحين، وكان يقول لي أنه جهاد النكاح أنه حلال هون بسوريا وهيك. قال له أنه ليش عم تقلي هيك؟ اللي بدي يجيب رفقاتي يمارسوا معك جهاد النكاح. من جهاد النكاح وهجرة ما سمي بالجهاد إلى تعديات تعد ولا تحصى على الحقوق، اغتصاب وتنكيل، محاكم شرعية وفتاوى، فصائل مقاتلة بالآلاف أسماؤها غريبة وأشكالها أكثر غرابة، فما هذه الظواهر وكيف يمكن تفسيرها يتساءل مراقب. أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار أن مساهمة عناصر قوى الأمن الداخلي في الدفاع عن الوطن ومشاركتها للجيش في التصدي للإرهابيين حققت نتائج ملموسة على الأرض ورسمت بشائر النصر النهائي والمؤزر على المجموعات الإرهابية التي تستهدف سوريا بمختلف مكوناتها. وزير الداخلية حضر بيانا عمليا لتخريج عناصر قوات حفظ الأمن والنظام من دورة الصاعقة. بيان عملي لخريجي عناصر قوات حفظ الأمن والنظام من دورة الصاعقة تضمن فقرات تدريبية وقتالية نوعية بالرصاص الحي
تتناسب وطبيعة الأحداث التي شهدتها سوريا، مقدمين عروضا أولها عرض قتالي محوره المواجهة والاشتباك والتدخل السريع والمؤازرة والعمل على تأمين المنطقة واستعادة السيطرة عليها. العرض الثاني كان كيفية تصدي هجوم مسلح على حاجز لحفظ الأمن من قبل مجموعة مسلحة، أحد عناصرها مزود بحزام ناسف وتبدأ هجومها بسيارة مفخخة. ثالث العروض هو الدفاع عن أحد مخافر الشرطة في حالة هجوم مسلح عليه. البيان العملي نفذ بحضور وزير الداخلية اللواء محمد الشعار الذي أكد على أن قوى الأمن حققت نتائج ملموسة على الأرض في مساهمتها بالدفاع عن سوريا. أيها الأبطال، يجب أن تعلموا أن تدريبكم وتأهيلكم يسهم في مناعتكم ويسهم في أدائكم في تحمل مسؤولياتكم تجاه أهلكم أنتم وزملائكم في القوات المسلحة. التدريب على أساس ما اختبر في الميدان هو أساس عرض هذا البيان، وأهم ما درب عناصر الأمن عليه هو طرق التأمين وتحقيق الأهداف والتدخل السريع والمؤازرة وصد هجوم مباغت والدفاع في حالة هجوم معاد. تأكيدا على الوحدة الوطنية وتضامنا مع المطرانين المختطفين بولوس يازجي ويوحنا إبراهيم وراهبات دير مرتقلة بمعلولة المحتجزات من قبل مجموعات إرهابية تكفيرية، زار وفد من أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب بطريركية الروم الأرثوذكس ومطرانية السوريان الكاثوليك ومطرانية الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها. لا تزال قضية المطرانين المختطفين وراهبات معلول المحتجزات من قبل الإرهابيين مصدر القلق والحزن لدى السوريين، تأكيدا على الوحدة الوطنية. وفد من أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب زار بطريركية الروم الأرثوذكس ومطرانية السريان الكاثوليك ومطرانية الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها، وقد رحب البطريرك والمطارنة بزيارة الوفد، واعتبروا أن مثل هذه الخطوات ستساهم أكثر فأكثر في إظهار الفكرة الرئيسية لطبيعة العيش في سوريا، وقد أكدوا على أن التعايش الإسلامي المسيحي هو ليس مجرد شعار يرفع، وإنما هو حقيقة لا يمكن لأي أحد أن يتجاهلها، وأن استهداف دور العبادة على اختلافها هو استهداف للمسيحيين والمسلمين على حد سواء، وأشاروا إلى أهمية الحوار النابع من الإيمان الحقيقي بين أبناء الوطن. الزيارة الطيبة هالأحب الإخوة اللي إجوا من مجلس الشعب لجنة المصالحة بالطبع إجوا على بيتها، وهذا بيشعرنا كلنا سوا بالتأثر العميق بهالمحبة اللي بتربط كل أبناء هالبلد. نحن بسوريا كل أبناء هذه البلد بكل ألوانها وبكل أطيافها وبكل مذاهبها وبكل أديانها طول عمرنا وما زلنا وهكذا سنبقى العائلة الواحدة اللي عم تعيش سوا مع بعض البعض، كل واحد منا بمحبته وباحترامه للآخر. نحن بشر نخطئ، ولو أردنا الجيد والصالح سبحان من لا يخطئ، ولكن المهم أن يبقى الهدف أن تكون هذه البلاد تعيش بأخوة بمحبة بسلام بأمان وبعزة لصالح أبنائه. اليوم الزيارة تضامنية والزيارة عن التعبير عن الهوية السورية اللي هي المصالحة، لذلك متشكرين، واتمنى أنه في المستقبل
يرجع سلام لسوريا، ولجنة المصالحة تكون لجنة إعادة البناء ولجنة بناء الفكر أو حفاظ على الهوية السورية اللي الحياة والعيش المشترك في المجتمع السوري. وقد أكد أعضاء اللجنة على أن إدراك الشعب السوري حقيقة المؤامرة التي تستهدف وطنه وصموده في وجه المخطط الغربي الصهيوني، أفشل المؤامرة وعزز روح التآخي والمحبة والتسامح بين جميع المكونات، داعين للتصدي للأفكار التكفيرية الوهابية المتطرفة وتعزيز المشروع الوطني الرافض لمحاولة التقسيم والتجزئة. نحن في لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية قمنا اليوم بزيارة الكنائس الوطنية السورية، بدأنا ببطريركية الروم الأرثوذكس ومن ثم بمطرانية السريان الكاثوليك والكنيسة الأرمنية، لنعلن عن تضامن لجنة المصالحة الوطنية ومجلس الشعب والبرلمان السوري مع المكون المسيحي في سوريا، هذا المكون العتيق والعريق يلي جزء لا يتجزأ من الديمغرافيا السورية ومن المجتمع السوري. ليس غريبا وقوف السوريين إلى جانب بعضهم في المواقف الصعبة وفي المصائب الجلة، فهو ذا حالهم منذ الأزل، ورغم المحاولات المتكررة للتأثير على النسيج المتماسك إلا أن سوريا ستبقى كما كانت واحة السلام والمحبة والتآخي. آخر الأخبار الاقتصادية الآن في موجز لها مع الزميلة علا. مساء الخير علا. مساء الخير وفاء، شكرا لك. مشاهدينا، آخر أخبار الاقتصاد من قناة سما بعد الفاصل. أهلا بكم. أوضح رئيس مركز التنبؤ في مديرية الأرصاد الجوية رضوان الأحمد أن البلاد ستتعرض بدءا من مساء الثلاثاء لتأثير منخفض جوي قطبي المنشأ شديد البرودة، ويؤدي إلى قطع الطرقات في جميع المناطق، وتستمر فعاليته الأربعاء والخميس وتنتهي فعاليته مساء الجمعة، حيث تميل الحالة الجوية للاستقرار يوم السبت قبل بدء تأثير منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل. بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى تأمين كميات إضافية من مادتي الطحين والقمح وتوزيعها على مختلف المحافظات، لافتا لوجود مخزون جيد من مختلف المواد تم تأمينه استعدادا للعاصفة القادمة، منوها إلى صدور توجيهات بالاستنفار على مدار الساعة وفي مختلف الظروف، والاعتماد على آليات القطاع الخاص في إيصال المواد، على أن يتم تخزينها في المستودعات ضمن إطار التدابير الاحترازية المتخذة. أوضح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق غسان جزماتي أن انخفاض سعر جرام الذهب محليا يعود إلى انخفاضه عالميا، ولفت جزماتي إلى أن تبعية سعر جرام الذهب في سوريا لشقيقه في البورصات العالمية يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار محليا وعدم تعرضه لأي اهتزازات من شأنها التأثير على الذهب، مؤكدا أن حجم المبيعات متهاود وإن كان قد سجل ارتفاعا عما كان عليه خلال الأيام العشرة الماضية، حيث وصل إجمالي مبيعات دمشق من الذهب يوميا ما بين 9 إلى 10 كيلوغرام. أوضح المدير العام لمصرف التسليف الشعبي محمد حمرة أن إجمالي القروض المتعثرة لدى المصرف على المقترضين وصلت إلى ما يزيد على 4 مليارات ليرة سورية لقروض محدودي الدخل. حمرة أكد أن المصرف يوجه نسبة 95% من قروضه لذوي الدخل المحدود، في حين تتوزع نسبة 5% الباقية على قروض أكبر من قروض ذوي الدخل المحدود، مع الأخذ بالحسبان أن أكبر قرض إنتاجي منحه التسليف الشعبي يصغر بكثير عن أصغر قرض منحه مصرف آخر، مشيرا إلى أن القروض المقبلة في حال إعادة فتح القروض ستكون بسقف 300,000 ليرة، أي إنها قروض دخل محدود بهدف إشباع حاجات الإنفاق دون التفكير بمجرد الاقتراب من القروض الكبيرة المقدرة بملايين الليرات السورية.
أوضح مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية سهيل سعيد أنه تم إصدار قرار يقضي بتخفيض أسعار الغزول للبيع الداخلي بنسبة 10% والتي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من كانون الأول الحالي. ولفت سعيد إلى أن حرص المؤسسة على منع تهريب الغزول إلى الأسواق المجاورة اضطرها إلى الزيادة على سعر الغزول بمعدل 15% بعد اعتماد سعر الصرف الرسمي بهدف تخفيض الفارق الكبير بين السعرين المحلي والخارجي في حال اعتمد سعر الصرف في السوق السوداء.